الشركة في بيان صادر عنها حديثا إنه سعي منها لتنبيه تحليل جدوى غير القرآن وتوفير متطلعاتها فإنها تحرص دائما وبشكل مستمر على تقديم كل ما هو جديد للركاب سواء من خدمات أو منتجات أو تسيير رحلات وخطوط جديدة تمنحه خيارات مختلفة ومتنوعة كما تلبي في الوقت ذاتها أطلب المتنامية على وجهات بعيدة ومتوسطة المدى خاصة بعد إعلان الشركة في أكتوبر الماضي عن إبرام صفقة شراء طائرات حديثة متوسطة إلى بعيدة المدى من شركة إيرباص التي ستطرح حلولا متنوعة للراسل الأولي. فقد صدرت الموافقة المبدئية على تمويل مشروع صندوقي من المتوقع أن يكون مواصفات 4 نجوم في مدينة أبها إلا قدرت إقراض المشاريع الصندوقية والسياحية.